أشاد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة باعتماد مجمع السلمانية الطبي بالاعتماد الوطني وحصوله على الفئة البلاتينية بعد نجاح المستشفى وكل من مركز إبراهيم خليل كانو الصحي وعبد الرحمن كانو الصحي في الإفاء بمتطلبات التقييم الشامل. وثمن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من لدن جلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية. جاء ذلك خلال رعاية معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة لحفل اللقاء السنوي للمستشفيات الحكومية. من جانبها قالت الدكتورة مريم عدب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إن الزيارات التفقدية لمجمع السلمانية الطبي تمت من قبل فريق متمرس لتقييم المستشفيات وفق اشتراطات عالمية معتمدة يجب توافرها في المؤسسات الصحية. إلى ذلك أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن الاعتماد يأتي بالتزامن مع تحقيق العديد من المبادرات التطويرية في مجمع السلمانية الطبي وكان من أبرزها افتتاح مشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ.